أهلا وسهلا بكل الأصدقاء والصديقات. نتحدث اليوم عن من يكون القيادي الانفصالي عبد الله الحبيب ولد بلال الذي توفي بالأمس 1 غشت 2021. إذن هذا الرجل يعني من القياديين الكبار في جبهة البوليزاريو. حسب يعني الصحف الجزائرية أنه تلقى رصاصة وبعد ذلك تم نقله إلى إسبانيا من أجل تلقي العلاج، وفجأة يقال بأنه تلقى سما وتم نقله إلى عين النهجة، وفي ثالث تصريح بأنه توفي جراء كورونا. هذا التضارب في الآراء يعكس حدة التنافس بين قادة البوليزاريو على من يخلف إبراهيم غالي، خصوصا أننا نعرف أن إبراهيم غالي تم نقله إلى إسبانيا باسم بن بطوش وأنه كان في صحة جد متدهورة. عبد الله الحبيب ولد بلال يعني من طبيعة الحال هو الذراع الأيمن أو رجل المخابرات بامتياز، وكذلك رجل التوثيق حسب الصحف الجزائرية. من يكون هذا القيادي؟ رجوعا إلى التاريخ، وهو جده هو أحد شيوخ قبائل الرقيبات بتندوف. من طبيعة الحال هذه القبيلة وجده بايعت السلطان محمد الخامس، والذي عينه قائدا بمنطقة قلميم المغربية قبل أن يتم التنكيل بهذه العائلة بعد تأسيس جبهة البوليزاريو سنة 1973، ومن ثم ترحيل والده إلى المخيمات. من طبيعة الحال هذه يعني من تاريخ ديال هذه العائلة أنها كانت يعني تحتفظ بطابع منحه محمد الخامس لهذه العائلة، وهي عائلة مرموقة في الصحراء، وكان لا يدخل إلى الجزائر في العهد الفرنسي إلا من يختم جد عبد الله الحبيب ولد بلال له بالطابع المخزني. من التسريبات المهمة في هذا المجال من إحدى النساء الصحراويات، والتي من عائلة يعني من عائلة الحبيب ولد بلال، والتي تحتفظ بالكثير من الأسرار وتحتفظ كذلك بالطابع الذي منحه محمد الخامس، وتروي قصة هذه العائلة. ابقوا معنا للإنصات لهذه السيدة والأسرار التي تبوح بها. الله تعالى وبركاته ألا نختير نتكلم عن أخبار يامس اللي انحازت الرواية وطبقت علينا عنا قايلين فيها شيء، واشتدت ان اخبار الحبيب هذا والبلاء هذا الراجل. انا ما شديت اخباره من غير بخرصات اخباره عنا نشدوهم، منين شديناهم واللي ما شدينا اخباره بشي خاسر. قلنا عنه راجل من اهل التندوف ولا كذبنا، ومن أهل الجزائر ومن الناس اللي كانت تسكن في الجزائر، أصول صحراوية احنا هذا قلناه، ولا يقد حد يكذبنا فيه. هذا الراجل والده الحبيب والده كان في الجزائر في عهد فرنسا، وكان شيخ ومشيخته فرنسا بدهرها مستعمرة الجزائر، وكانت عطيته طابع يطبع بيه مات لي واللي عندهم ما فيه الأخبار. وقابيلة أطبع لها تدخل الرحل، وواحدة ما طبع لها ما تدخل الجزائر ولا تغرب له، والخاتم عطيته له فرنسا. وتم بذي الصيف والشيخ حتى
فوقاني من الشيخ وتمتم إلى زمن مشي طفال بن عمر صاحبه المصحابه اللي قبل ذوك ومشاو ومشي هو والد الراجل اللي متوفي يامس وقيم وقاس المغرب وبايع لحمد الخامس معاهم واللي شيخ ثاني وخاتمه اللي كانت عطيته فرنسا اللي كان يطبع بيه في زمن فرنسا في الجزائر. أنا عندي والله زاد مولي لوت لولي إن جبته وجاني وعندي وقيم قيس حمد الخامس ومنين قيم قيس باعلو وباع معاه الشيخ الفغر لا ينقولوا يعملنا نمرقوا اسمع وعطاه قايد وتم قايد في قليمين قايد 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 اللي نتوفى في قليمين ارتحى فيه وهذا أنا اللي قايله ما هو كذب ولا تبل حط عليا قابيلة ولا نافع شي يسوى شنه وأنا أبحث من مل أبحث والتاريخ كامل مدسمة منه ونعرف الراجل اللي بايع معاه الحمد الخامس ينقال له مولودي والبار مولودي والبار حق الله إذا سمعته إذا لا على صيفته هذا هذا الصن ما فيه ليطعن حد هذه الحقيقة لا قبر والمغرب هو قاسو ثلاثة وستي وبايع الحمد الخامس أنا قلت لك لا الحقيقة أنا ذا عرفته عندي لوشي ومشى معاه والبارع وعطاه المغرب قايد وتم في قليميني لين توفيه أنا ذا اللي قلت له يا قريبي ما في كلمة كذب يسوى هيشني وذي لا الحقيقة ولا فيه شيء الصحراء احنا ما قسمناهم هذا كلها تربية وخلوق في بليده يا غير أصلا لا صالة صحراء ماني أنا قازيتك أنك تمشي من الصحراء ولاني ملي مشيتك عن الصحراء ولاني قايله لك عنك مانك صحراوي ولاني ملي قايله بانه ما كان شيخ والله الا كان شيخ والله اللي الشيوخ كانوا كل مدة عنده الشيخ سابق الاستعمار وبو الشيوخ الافخاض وبو الشيوخ القبيل وجد الاستعمار على ذاك ولا خسروا وعي قاعد يطلع شي ما كان طالع يا غير بعدك الشيخ الاولى ما خسره والشيخة يا بويا فرنسا والله الشيختهم ما قطع الحق هالشي بيهم اللي غادرين ويحموا رقاج وغادرين عليه يحموه وشيخة الناس فيهم حتى 57 ها وانا عطات له هذا اللي هو اسمه الحبيب انعطات له قايد وكان ساكن في قليمين وتم فيه لين ارتاح انا الحمد لله رابيه في الخيام واللي فيهم كامل نعرف ويطول عمره ما قد حد يكذبني عنه بدي لا خالق السر ولا غر ولا شيء ماني عرفته ولا تبارك الله ذا كامل عرفته وعارف هذا الشيء قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم